في هذه البطولة. اطلاق صافرة بداية هذه المواجهة عن طريق حكم اللقاء هاشم الابراهيم. تمنياته بالتوفيق لطاقم التحكيم، تمنياته بالتوفيق لكل الفريقين. نذكر التشكيل في بداية هذه المباراة، نبدأ بالقادسية كونه صاحب الارض والضيافة. في حراسة المرمى خالد الرشيدي، رباعي خط الظهر على الناحية اليمين راشد دوسري، على الناحية اليسار لورانس تراشي، قلبي الدفاع علي فايز وخالد ابراهيم. في ارتكاز وسط الملعب فهد الانصاري، محمد خليل على الاطراف، عيد الرشيدي واحمد الظفيري. في الهجوم الثنائي بدر المطوع والمهاجم الجامايكي روماريو، قيادة طبعا المدرب خير الدين مضوي من الجزائر الشقيق. اليرموك على الناحية الاخرى، في حراسة المرمى احمد الفضلي في مواجهة امام فريقه السابق القادسية. الكرة العرضية للقادسية الآن ولكن تمر من الجميع. إذن لورانس تراشي للقادسية، انطلاقة ومحاولة مرور عن طريق أحمد الظفيري ولكن مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب برمية التماس للقادسية. اليرموك في حراسة المرمى أحمد الفضلي، رباعي خط الظهر على الناحية اليمين عبد الله ماجيكي، على الناحية اليسار محمد العطار، قلبي الدفاع جوستافو كاربو وداروين أورتيغا جوهان. في ارتكاز وسط الملعب اليرموك هاشم عدنان، ناصر الفيلجاوي، على الأطراف كارلوس أندريس غوميز وعلي الطرفي. في الهجوم رافائيل أدلبرتو، صناعة اللعب عدوي شهاب خلف أدلبرتو بقيادة المدرب الوطني أحمد حيدا. خطأ لمصلحة اليرموك، خطأ لمصلحة اليرموك، تنفيذ عن طريق جوستافو كاربو في البحث عن كرة طويلة، يلعب الكرة الطويلة. الدقائق الأولى من هذه المباراة بالتأكيد كل الفريقين في طموحات مختلفة، القادسية يطمح بتحقيق انتصاره الرابع في هذه البطولة والاندفاع نحو الصدارة بقوة، بينما اليرموك على الناحية الأخرى رغبة كبيرة في تحقيق نقاط الأولى في هذه المباراة. نذكر بأنه قبل هذه المباراة نادي الكويت استطاع الفوز على الفحيحيل ب 2-0 في المباراة الماضية. مباراة سبقت هذه المباراة في افتتاحية بطولة أو بافتتاحية هذه الجولة، الجولة الخامسة لدوري اس تي سي للدرجة الممتازة. 2-0 لنادي الكويت في بداية هذه الجولة، بينما هذه المباراة الثانية هناك ثلاثة لقاءات بعد هذه المباراة. طبعا هناك مباريات يوم الجمعة وأيضا السبت في استكمال لهذه الجولة. أقرب لخالد إبراهيم في قلب الدفاع للغادسية، علي فايز إلى فهد الأنصاري في وسط الملعب دائرة الوسط، أقرب تبريرة البينية إلى روماريو يحضر إلى عيد الرشيدي، الكرة العرضية من عيد الرشيدي ولكن ما توصل إلى بدر المطوع، تذهب إلى خارج أرضية الملعب بركلة المرمى لليرموك. كل الفريقين بالتأكيد تحضيرات لهذه المباراة، طموحات كثيرة وتطبيق خطط مدرب لورانس تراشي. الظهير الايسر للغادسية احمد الفضلي، حارس مرمى اليرموك وايضا حارس مرمى الغادسية السابق وكاظمة من قبل ذلك. ركلة المرمى لليرموك، التنفيذ عن طريق احمد الفضلي في ركلة المرمى، يلعبها طويلة تعدي خط النص الى خارج ارضية الملعب برمية التماس للغادسية. درب اليرموك اقرب للغادسية، خالد ابراهيم، راشد دوسري الى خالد ابراهيم، تحضير هجمة للغادسية. راشد الدوسري، خالد ابراهيم الى علي فايز من العراق الشقيق. علي فايز استلم ويتقدم ويمار ولكن مقطوعة من امامه. شوف الضغط القوي لليرموك، بدر المطوع يفقد الكرة، تصل في وسط الملعب
لأليرموت، مهاجم المتراجع رافائيل أدلبرتو البرازيلي، متراجع لاستلام الكرة ولكنه يفقدها بسهولة. راشد دوسري في كرة طويلة أقرب لأليرموت في وسط الملعب للكابتن والقائد هاشم عدنان، تغيير لعب مباشرة إلى علي الطرفي، علي الطرفي في كرة أمامية ولكن مقطوعة للغادسية، استلام بانطلاق لعيد الرشيدي على الأرض إلى بدر المطوع، إلى فهد الأنصاري، إلى بدر المطوع، دائما الحلول عند بدر المطوع في الشق الهجومي، وأيضا عيد الرشيدي أحمد الظفيري للغادسية، بينما اليرموك على الناحية الأخرى أيضا عند الإمكانيات، عيد الرشيدي، راشد دوسري إلى بدر المطوع، يتركها لروماريو ولكن روماريو متقدم، تنقطع ترجع مرة ثانية، لا زالت في الخطورة أحمد الظفيري، لورانس تراشي، محمد خليل يتراجع فيها إلى الخلف. على ناحية الأخرى أيضا يرموك عنده الإمكانيات الهجومية بوجود صانع لعب مميز حذبي شهاب، الكولومبي المنطلق وسريع والمشاكس كارلوس أندريس جوميز، بالإضافة إلى علي الطرفي في الجناح الأيمن، وأيضا رافائيل ألدلبرتو في الهجوم. أحمد الظفيري تنقطع من أمامه، ترجع للغادسية مرة أخرى، التمريرة البينية لبدر المطوع، طالت على بدر إلى ركلة المرمى لليرموك، كابتن وقائد القادسية في مباراة اليوم بدر المطوع، خبرة كبيرة بالتأكيد، سنوات من العطاء وبطولات كثيرة وألقاب وأيضا أرقام قياسية متعددة لبدر المطوع. ركلة المرمى لليرموك، أحمد الفضلي، جماهير حاضرة ولكن ما هي كثيرة في مباراة اليوم في استاد محمد الحمد بنادي الغادسية الرياضي، استضافة لهذه المباراة دوري اس تي سي للدرجة الممتازة، الجولة الخامسة في هذه المسابقة. قبل هذه المباراة انتهت مباراة الكويت والفحيحيل بتفوق نادي الكويت بهدفين مقابل لا شيء على حساب الفحيحيل. ربيع تماس لليرموك، كرة العرضية بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى للغادسية بكرة أخرى في أرضية الملعب، حكم اللقاء، استمرار اللعب، ما في تأثير لهذه الكرة بروح القانون، فهد الأنصاري حكم اللقاء، هاشم الإبراهيم حكم مميز، مساعد أول يعقوب الاسهيل، مساعد ثاني علي شراق، حكم رابع فهد الاسهيل، حكم الفار عمار اشكناني، مساعد الفار عباس غلوم. مباراة وكل مباراة في بطولة الدوري بالتأكيد لها قيمتها ولا تأثيرها ولها أيضا انطباعاتها وتداعياتها على بقية المباريات، ولكن عندنا كل الثقة بحكامنا المحليين المميزين، علي فايز، أحمد الظفيري لمحمد خليل، راشد الدوسري، تمريرة خاطئة من راشد الدوسري تنقطع، كارلوس أندريس تقطع منه إلى خالد إبراهيم، يرسل كرة أمامية خالد إبراهيم ولكن بعيدة تماما عن زملائه، عن بدر المطوع على وجه التحديد، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة المرمى لليرموك حتى الآن القادسية في هذه المباراة، يعني دقائق أولى في هذه المباراة ولكن هادية الدقائق الأولى، يعني ما في اندفاع لأحد الفريقين في الدقائق الأولى لهذه المباراة، أمور محسوبة بالتفصيل من كلا المدربين الاثنين ومن كل اللاعبين المتواجدين من الفريقين. خير الدين مضوي المدرب الجزائري للغادسية في بالتأكيد طبعا رغبة كبيرة جدا بتحقيق النقاط الثلاث لكلا الفريقين. خطأ لمصلحة الغادسية، التنفيذ عن طريق فهد الأنصاري، نفذها سريعة لعلي فايز إلى راشد دوسري، مقطوعة عن طريق محمد العطار
تصل إلى اليرموك في وسط الملعب أيضا مقطوعة. القادسية في الانطلاق بدل مطوع يستلم ويتقدم يمر من واحد ولكن تنقطع من أمامه الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة ركنية للقادسية. ركلة ركنية هي الأولى للقادسية في هذه المباراة. اختصاصي في الكرات الثابتة طبعا بدر المطوع وأيضا عيد الرشيدي ممكن في الكرات العرضية وأيضا متواجد أحمد الظفيري. كل هؤلاء اللاعبين عندهم الإمكانيات لتنفيذ الكرات الثابتة، ولكن هذه المرة بدر المطوع هو اللي ينفذ الركنية. ينفذ بدر كرة عرضية حلوة متقنة ولكن تغطية دفاعية ممتازة، ارتداد وتسديد لازالت ضاعت من عيد الرشيدي. كرة وصلت إلى عيد الرشيدي في مكان ممتاز بالستة أو على حدود الستة ياردة، وصلت لعيد الرشيدي شوف على حدود الستة ياردة، ولكن تسديد أخذ الكرة من تحت والكرة كانت صعبة، صدمت بالأرض قبل لا توصل له، وبالتالي التسديدة والتحكم بالكرة صعب جدا، ولكن تهديد الأول للقادسية في هذه المباراة. ركلة المرمى لليرموك، تنفيذ لداروين أورتيغا الكولومبي، كرة أمامية كاربو يشيلها بالرأس ترجع لليرموك الآن، روماريو العائد لاستلام الكرة في وسط الملعب، فهد الأنصاري لعيد الرشيدي القاتية ينتظر فتح اللعب، عيد الرشيدي كرة الأمامية من عيد ولكن سهلة تماما مباشرة إلى حارس المرمى أحمد الفضلي، ولكن الفكرة بتبرير كرة خلف الدفاع. والله يعني بطولة الدوري مشتعلة في هذا الموسم حتى الآن بعد مرور 4 جولات ونحن الآن في الجولة الخامسة، كاظمة في الصدارة ب10 نقاط، تكلم قبل هذه الجولة ب3 انتصارات وتعادل، نادي الكويت في المركز الثاني 9 نقاط، القادسية بالتساوي مع الكويت ولكن بفارق الأهداف بأيضا 9 نقاط، النصر 8 نقاط، في المركز الرابع العربي 7 نقاط والسالمية أيضا 7 نقاط، كلاهما في المركز الخامس والسادس، يعني منافسة سداسية شديدة جدا، بينما يأتي من بعدهم التضامن 3 نقاط والحيحيل نقطتين، الشباب نقطة واليرموك في المركز الأخير 0 نقاط، ولكن تنافس للفرق الست في المراكز الست الأولى حتى الآن تنافس كبير جدا، والمباريات الماضية والجولات الماضية تنبئ ببطولة دوري مشتعلة حتى الأمتار الأخيرة. اليرموك في الدفاع أورتيغا داروين إلى عبد الله أو محمد العطار أقرب هاشم عدان، كرة أمامية لمحمد العطار مقطوعة من أمامه تعود للغاتسية، عيد الرشيدي يستلم ويتقدم يبحث عن المساندة يبحث عن البينية، البينية لراشد دوسري، راشد دوسري الكرة العرضية من راشد إلى روماريو تنقطع عيد الرشيدي، ولكن التسديدة تصطدم في كاربو غوستافو كاربو المتألق، تنقطع ترجع للغاتسية ولكن مقطوعة قبل لا توصل إلى بدر، كاربو مرة أخرى الضغط واستخلاص الكرة والتحضير في وسط الملعب، ناصر فلتاوي راجع فيها إلى زميله محمد العطار، تنقطع للقادسية محمد خليل، فهد الأنصاري روماريو، فهد الأنصاري كرة أمامية من فهد ما توصل إلى تراشي، لا والله توصل له ويأخذها ويمر ويحضر يلعب الكرة العرضية إلى بدر، ضاعت من بدر المطوع استلمها صح حطها تحت قدمه صح، ولكن يعني حاول يعدل جسمه والتسديدة تمر إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الفضلي، ولكن ثاني هجمات القادسية، بدأ القادسية يشكل خطورة قبل شوي عيد الرشيدي، الآن بدر المطوع تسديدة حلوة من بدر المطوع، شوف حاول يعدل جسمه وحاول ياخذ الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد الفضلي ولكن انحرفت عن المسار المرسوم.
اقرب لي اليرموك. علي الطرفي في كرة امامية حلوة حلوة لليرموك للمشاكس كارلوس اندريس، مشاكس ومزعج وراح يكون مصدر قلق لدفاع القادسية في هذه المباراة. الكولومبي السريع هذا هو امامكم كارلوس اندريس جوميز. فهد الانصاري في كرة طويلة طالت ورمية التماس للغادسية، تنفيذ سريع، تمريرة خاطئة، يرموك مرة أخرى، أحمد الظفيري خلص على الأرض لفهد الأنصاري. فهد الأنصاري ينتظر المساندة، هي إلى بدر، ممكن ينتظر بدر يحضر إلى بدر المطوع، بدر المطوع يحاول يمر يبحث عن فرصة وزاوية للتسديد ولكن تنقطع من أمامه، ترجع مرة أخرى لعلي فايز، الانطلاقة راشد دوسري، عيد الرشيدي تراجع فيها، الكرة الأمامية لروماريو، روماريو يحضر، فهد الأنصاري، روماريو يصيدها أحمد الفضلي، يتألق فيها وفي رايه وفي تسلل، ولكن لمسات فنية فردية يصل من خلالها روماريو للمرمى. شوف لحظة تمرير الكرة هل فيها تسلل ولا لا، بالنهاية الحارس تألق أحمد الفضلي وأنقذ الموقف تماما. لا زالت للغادسية المسيطر، بدأ يفرض سيطرته بقوة على هذه المباراة وبدأ يشكل الخطورة، بدأ يهدد مرمى الحارس أحمد الفضلي باستمرار. في لاعب طايح في أرضية الملعب، علي الطرفي أتمنى له السلامة والعودة والمشاركة مع فريقه في هذه المباراة. علي عبد الله طرفي بينه وبين لوراس تراشي، إعادة الكرة بروح رياضية، طلعها اليرموك ولكن القادسية أيضا بروح رياضية عالية تماما، كل الكرة كانت مع اليرموك، رجعها لليرموك بروح رياضية عالية تماما. يقوم يكمل علي عبد الله الطرفي بالسلامة ونتمنى له عدم الإصابة لكل لاعبينا أيضا سواء في هذه المباراة أو كل فرقنا المحلي. ربيع التماس لليرموك، تنفيذ عن طريق محمد العطار، محمد العطار شيلها فهد الأنصاري، أيضا ربيع التماس أخرى لليرموك من مسافة أقرب هذه المرة، التنفيذ دائما هذا هو فهد الأنصاري لاعب خبرة بالتأكيد في وسط الملعب ومنتخبنا الوطني. مقطوعة لورنس تراشي، هاشم عدان، خطأ لمصلحة كارلوس أندريس، راشد دوسيري طايح في أرضية الملعب بالسلامة الاثنين. يقوم كارلوس أندريس، راشد دوسيري طايح في أرضية الملعب، هذه الكرة الماضية اصطدام بالدين، أمور طبيعية تحصل في عالم كرة القدم، لعبة قوية فيها أداء قوي، فيها أداء رجولي، فيها أداء واحتكاكات مستمرة دائما في كل المباريات، وفي أكثر اللقطات في عالم كرة القدم تشوف في احتكاك بين اللاعبين، أمور طبيعية تحصل. راشد دوسيري دخول أقصى العلاج الطبيعي لعلاج اللاعب أحمد حيدر المدرب الوطني لليرموك، حكم اللقاء يقول له الخروج إلى خارج أرضية الملعب استكمال العلاج. يطلع راشد دوسري، خطأ لمصلحة القادسية، إذن خطأ لمصلحة القادسية، خطأ ضد كارلوس أندريس. يطلع راشد دوسري إلى خارج أرضية الملعب بالسلامة لراشد الدوسري. فهد الأنصاري أو علي فايز، خالد إبراهيم لعلي فايز، يدخل مرة ثانية راشد دوسري بالسلامة، يرجع إلى مركزه وإلى فريقه مرة أخرى في هذه المباراة. خالد إبراهيم في كرة أمامية خاطئة من خالد إبراهيم، تمريرة
فيها ثقة مفرطة. كارلوس أودريس، الله الله على هذا الكولومبي المميز السريع القصير المكير، لاعب بإمكانيات كبيرة جدا. شوف أخذ الكرة على طول، كسب مساحة سريع وسدد كرة قوية، قدمة تعرف طريق المرمى، واحد من هدافي البطولة حتى الآن. ركلة المرمى للقادسية، ولكن أخطر الفرص لليرموك في هذه المباراة بعد مرور 20 دقيقة، بينما القادسية عنده فرصتين، واحدة لعيد الرشيدي واحدة لبدر المطوع. علي فايز يلعب كرة طويلة، ولكن عبد الله ماجكي يشيلها قبل لا توصل إلى عيد الرشيدي، مقطوعة للقادسية الآن. عيد الرشيدي من بدر كانت إلى أحمد الظفيري، غير لعب إلى لورانس تراشي، حاول يفتح مساحات نظرا لعودة كل لاعبي يرموك في الناحية الدفاعية. يرموك يلعب بعشرة لاعبين في ملعبه عندما تكون الكرة مع القادس، عشر لاعبين بالكامل، يعني ما في أي لاعب فوق خط الوسط عندما تكون الكرة مع القادس. يرموك يلعب بحذر دفاعي واحترام للخصم، ولكن في الناحية الأخرى يلعب بهجمات مرتدة سريعة وعند الأسلحة الكاملة للهجمات السريعة. لورانس تراشي يحضر لأحمد الظفير. علي فايز، خالد إبراهيم، راشد أوسري، خالد إبراهيم، علي فايز. شوف متراجع والتحضير الآن عن طريق القادسية، تحضير طبعا نظرا لوجود كل لاعبي اليرموك، بالتالي البحث عن المساحات. خالد إبراهيم، علي فايز، أحمد الظفيري، فهد الأنصاري، عيد الرشيدي يبحث عن المساندة، المساندة تأتي من راشد دوسري، تبريرة البينية خاطئة، خطأ هجومي ضد راشد دوسري، قرار صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء هاشم الإبراهيم. خطأ لمصلحة اليرموك، خطأ تكتيكي طبعا من راشد دوسري لعدم ترك الفرصة لليرموك بالهجمات المرتدة السريعة. خطأ لليرموك التنفيذ عن طريق أحمد الفضلي، كرة طويلة من أحمد الفضلي تنقطع في وسط الملعب. محمد خليل، لورانس تراشي يلعبها أمامية إلى أحمد الظفيري، تنقطع من أمامه. حاول فيها في وسط اثنين من اللاعبين بالمهارة الفردية خلصها، حصل على خطأ. فهد الأنصاري أيضا مضغوط عليه، اليرموك يؤدي مباراة كبيرة في الجود الدفاعي وفي الكثافة العددية في وسط الملعب. بدر المطوع إلى روماريو، أحمد الظفيري، روماريو إلى لورانس تراشي، لورانس كرة العرضية يا بدر، ولكن قوية ما يقدر يسيطر عليها، ترجع إلى لورانس مرة أخرى. لورانس تراشي يمار، تعرض للعرقلة والخطأ عن طريق عذبي شاب، الخطأ للغطس. التنفيذ عن طريق لورانس تراشي محترف الألباني في صفوف الغطس، خطأ واضح من عذبي شاب، سحب واضح من الغميس، وخطأ واضح حكم اللقاء قريب تماما. الخطأ للقادسية، لورانس تراشي وبعد عن طريق من؟ عن طريق هاشم عدان العائد للمساندة الدفاعية، هذا هو هاشم عدان كابتن وقائد الفريق، مجهود كبير. لورانس تراشي كرة الأمامية لبدر المطوع لفاتح ماخذ مساحة، ينتظر المساندة، يبحث عن كرة عرضية، كرة العرضية من بدر، ولكن تبعد عن طريق جوستافو، وإكمال الإبعاد من داروين إلى بدر المطوع مرة أخرى. كرة أمامية من بدر إلى روماريو، إلى بدر داخل المنطقة، الكرة العرضية طالت على بدر، طالت إلى خارج أرضية الملعب في ركلة مرمى لليرموك.
شوف هاشم عدان يقول لي زملائي يقول لحدي حاول تمتص الضغط الهجومي للقادسية محاولة لتسيير المباراة بطريقته لليرموك، وكل فريق يلعب بأسلوبه وبطريقته ونظامه في أرضية الملعب. أحمد الفضلي في كرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس للغادسية. خالد إبراهيم إلى علي فايز، ما في أي فرصة للهجوم السريع لعودة كل لاعبي اليرموك، بالتالي التحضير يجب أن يكون ببطء للغادسية. أحمد الظفيري، خالد إبراهيم إلى علي فايز، محمد خليل، فهد الأنصاري، بدر المطوع إلى خالد إبراهيم، علي فايز للغادسية، تراجع في الكرة إلى بدر المطوع، هذه المرة يلعب الكرة طويلة لراشد دوسري، لا زالت للغادسية الكرة العرضية، حلوة حلوة، ولكن التغطية الدفاعية ممتازة عن طريق محمد العطار، يشيلها إلى ركلة ركنية للغادسية، ركلة ركنية للغادسية، تنفيذ عن طريق لورانس تراشي المحترف الألباني، وهناك ألباني آخر متواجد مع القادسية في البدلاء، بنجامين تاتار، ركنية كرة العرضية مقطوعة ترتد والتسديدة تمر تمر من الجميع وتمر إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد الفضلي، ركلة المرمى لليرموك، مرت تحصل عليها في البحث عن التسديد بدر المطوع، وتسديدة بدر المطوع شوف مرت من الجميع، ترك الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركلة المرمى لليرموك. كارلوس أندريس، هاشم عدان، محاولة المرور عن طريق ناصر الفلجاوي ولكن مقطوعة، هاشم عدان بالرأس، عذب شاب تنقطع للغادسية، يرموك هذه المرة بالضغط، حلوة، عبد الله ماجيكي يتقدم فيها، تراجع كارلوس أندريس، هاشم عدان يلعب الكرة البينية الأمامية لعادل بيرتو، ولكن التسديدة سهلة بيد حارس المرمى خالد الرشيدي، خالد الرشيدي يلعبها طويلة لعيد الرشيدي، لو لحق عليها خطرة مرت مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، روماريو، لورانس تراشي، أقرب إلى خالد إبراهيم، راشد دوسري، بدر المطوع، أحمد الظفيري إلى بدر المطوع، تبرير البينية إلى روماريو، روماريو مرت وانقطعت، وخطأ هجومي ضد روماريو، حاول يلعبها هاتو خذ مع بدر المطوع ولكن يقراها صح جوهان داروين، غوستافو، إذا غوستافو غوستافو كاربو هو اللي شالها، وخطأ هجومي ضد روماريو كما هو واضح أمامكم أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية، خطأ لليرموك، التنفيذ عن طريق أحمد الفضلي في كرة طويلة، أقرب إلى لورانس تراشي، تراجع فيها إلى حارس مرمى خالد الرشيدي، يمر بطريقة فنية ولو فيها مجازفة وفيها يعني ثقة كبيرة، أقرب للغادسية في وسط الملعب، خالد إبراهيم، تبريرة أيضا خاطئة من فهد الأنصاري، أقرب تصطدم في كارلوس أندريس، الكرة إلى خارج أرضية الملعب برمية التماس
هذه اللقطة اللي فاتت مر بهدوء وسهولة كبيرة، رايح له رافائيل أدلبرتو رمى نفسه وخالد الرشيدي بطريقة استعراضية يمر ويبقي الكرة في حوزة فريق. رمية التماس لليرموك، نص ساعة على شوط المباراة الأول، والغادسية نقدر نقول عنده أفضلية نسبية في هذه المباراة من ناحية الأداء، ولكن من ناحية النتيجة التعادل يفرض نفس التعادل السلبي. مدرب أحمد حيدر في نقاش مع الحكم الرابع فهد لسهيل. خطأ لليرموك، التنفيذ عن طريق كارلوس أندريس يشير لزملائه بالتمركز الصحيح. كارلوس أندريس البحث عن الكرة الثابتة الصحيحة، يلعبها حلوة الكرة العرضية ولكن طويلة شوي، طويلة شوي، بالتالي بعيدة تماما عن كل من زملائه. خالد الرشيدي يلعب كرة طويلة ما تمر. عودة كل لاعبي اليرموك ايضا مقطوعة وخاطئة. اليرموك الان في الانطلاق، علي الطرفي في الكرة العرضية ولكن مقطوعة. عيد الرشيدي، فهد الانصاري الى محمد خليل، روماريو الى بدر المطوع، بدر المطوع يلعبها على الارض اللي فاتح له راشد دوسري، راشد دوسري يبحث على البينية، يتقدم تمريرة حلوة حلوة، اوه بالقدم اليسرى من فهد الانصاري الغير مفضلة طبعا، تذهب بعيدة عن المرمى. فهد الانصاري من مثل هذه المواقع، مثل هذه المسافة، عنده خطورته على المرمى بالتسديدات، ولكن بالقدم اليسرى الغير مفضلة تكون الأمور أصعب. اليرموك الآن كارلوس أندريس غوميز رادع فيها إلى الخلف، في وسط الملعب اليرموك، الضغط متواجد عن طريق روماريو، روماريو يخلص، خطأ هجومي ضد روماريو، هل فيها لمسة يد ولا في دفع؟ بالنهاية الصفارة موجودة، هذه هي نعم لمسة يد، وايضا في بس يعني الخطا صحيح 100% عن طريق حكم اللقاء احمد الظفيري، حضر بشكل جميل الى بدر المطوع، تمريره بينيه، السلام يا سلام على الانقاذ الجميل جدا والمتابعه من ناصر الفلشاوي اللي راجع ورمى نفسه بشكل جميل جدا ويقرا التمريره صح. شوف التمريره البينيه من احمد الظفيري لبدر المطوع، بدر المطوع يجد عيد الرشيدي بشكل جميل، ولكن ناصر الفلشاوي بتدخل ممتاز. ايضا بدر المطوع لراشد دوسري، ولكن مقطوعه من راشد، رمية التماس للقادسية، طيح نفسه هاشم عدان او طايح في ارضية. بالسلامة بالسلامة كابتن وقائد اليرموك، لاعب خلوق في دفع، انذار، انذار لمن؟ لراشد دوسري، انذار لراشد، والله قرار يعني عن طريق حكم اللقاء قرار صحيح، انذار لراشد دوسري في دفع واضح بعد الصفارة من حكم اللقاء، وبالتالي رمية التماس للقادسية، ولكن الإنذار لراشد دوسري. برافو أيضا، روح رياضية العالية تماما عن طريق هاشم عدان. رمية التماس للقادسية، تقطع، استحوذ عليها علي فايز، وصلنا للدقائق العشر الأخيرة من شوط المباراة الأول،
واليرموك لا زال يسير المباراة بطريقته ويكافح بنظامه وطريقته الناجح حتى الآن في شوط المباراة الأول. كرة الأمامية ولكن ما توصل إلى بدر المطوع، تنقطع. الهجوم المرتد السريع لليرموك، علي الطرفي يلعب كرة أمامية حلوة من علي الطرفي، حلوة حلوة حلوة، ولكن علي فايز تغطية ممتازة تماما، والكرة إلى رمية تماس لليرموك. حلوة كانت الكرة الأمامية من علي الطرفي، حاول يضغط فيها دفاع القادسية وحاول يستغل انطلاق رافائيل عادلبرتو مهاجم البرازيلي. عبد الله ماجيكي في رمية التماس ليرموك، هاشم عدان عودة لأرضية الملعب طبعا بالسلامة لهذا اللاعب المميز والمجتهد والخلوق. رمية التماس للغاتسية، تنفيذ سريع، راشد دوسري لخالد إبراهيم، خالد إبراهيم لراشد دوسري لعلي فايز. يعني واضح بأن المباراة تسير برتم متوسط، يمكن نقدر نقول بطيء، ما في مجازفة هجومية واضحة. انطلاق الآن عيد الرشيدي، عيد الرشيدي الكرة العرضية لروماريو، ولكن كاربو غوستافو صايدها بالكرات العالية، مميز الإيطالي غوستافو. تراشي حول مار يلعب الكرة العرضية، ولكن أحمد الفضي يطلع ويخلص، يرجع للغاتسية الآن الكرة الأمامية لبدر المطوع، يستلم بدر يحضر حلوة، الهدف الأول في المباراة عيد الرشيدي بتحضير من بدر المطوع وكرة طولية من لورانس تراشي. عيد الرشيدي في أول أهداف المباراة، عيد رايح لبدر، وجماهير القادسية في فرحة كبيرة جدا. في شوف أيضا يعني يعترف لبدر المطوع بالتبريرات الجميلة في التحضير، وعيد الرشيدي في أول أهداف المباراة في الدقيقة 38. إذن تبريرة كانت جميلة، وبدر المطوع شوف الله على التحضير، الله على التحضير والدراسة، والكرة الأولى كانت من محمد خليل أيضا حلوة لبدر المطوع الذكي تماما. وعيد الرشيدي إنهاء جميل بالعقل من عيد الرشيدي في أول أهداف هذه المباراة. على يسار الحارس أحمد الفضلي أبدا ما لها حل، وحارس المرمى مسافة قريبة، يعني تم تثبيت الحارس من هذه المسافة، والكرة على يسار الحارس في أول أهداف المباراة. ركلة المرمى للغاتسية، محاولة مرور وانطلاق وإنقاذ للكرة عن طريق محمد العطار بمهارات فردية عالية تماما من عيد الرشيدي، لعبها بالكعب وأخذها ومار مدرب الوطني أحمد حيدر، بالتأكيد عنده رؤيته لأداء فريقه في هذه المباراة. والله اليرموك يعني قدم أداء متوازن واستطاع أن يجاري القادسية لفترات طويلة في شوط المباراة الأول، ولكن الهدف يأتي للقادسية، والآن ممكن اليرموك يندفع في الدقائق القادمة، ممكن نشوف أداء أجمل في هذه المباراة. علي الطرفي انقطع من أمامه، هاشم عدان لليرموك، هل يتخلى اليرموك عن حذره ولا يستمر بأداء بنفس الطريقة؟ أقرب إلى بدر المطوع، شوف الضغط من أحمد الضفيري، بدر المطوع، بدر المطوع عرض العرقلة والخطأ، وربما الإنذار الأول لليرموك في هذه المباراة. إنذار لغوستافو، دار لغوستافو المندفع، غوستافو ولا جوهان، دار إذن لغوستافو. كرة الهدف من زاوية أخرى، واستلام جميل وتحضير جميل وإنهاء جميل بهدف جميل للغاتسية. أقرب للغاتسية،
محاولة المرور مقطوعة إلى ركلة ركنية في محاولة المرور عن طريق عيد الرشيدي والإنقاذ. ركلة ركنية للغادسية. آخر 5 دقائق في شوط المباراة الأول. 1-0 للغادسية بهدف عيد الرشيدي قبل 2 دقيقة من الآن. هذه المرة أحمد الظفيري في الركنية. أحمد الظفيري ركنية. أحمد الفضلي خلص. بدر المطوع مهارة المراوغة والمرور، والآن هجوم المرتد السريع ما يترك الفرصة. لوراس تراشي أقرب لي اليرموك. كارلوس أندريس السريع 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 ينطلق يبحث عن المساحة المساندة، ولكن أندريس أوه حلوة من أندريس، حلوة من كارلوس أندريس جوميز. خطير خطير هذا اللاعب، في لحظة تشوفه يتحول، شوفه من وسط الملعب إلى الهجوم بلحظة، ويحضر ويساند ويتوقع الكرة دائما. شوف توقع الكرة ويحضر نفسه والتسديد على مرمى الحارس خالد الرشيدي، ولكن تذهب بعيدة عن المرمى. أقرب لي اليرموك. الضغط للغادسية في وسط الملعب. بدر المطوع في كرة أمامية، ولكن غوستافو كاربو قراءة هجومية أو قراءة دفاعية ممتازة للتبريرة الهجومية من بدر المطوع. أقرب لليرموك في وسط الملعب. ناصر الفيلتاوي تبريرة البينية، ولكن خالد الرشيدي توقيت سليم، توقع الكرة ويأخذها قبل لا توصل إلى عادل بيرت. فهد الأنصاري، عيد الرشيدي، لورا ستراشي، علي فايز، خالد إبراهيم، الغادسية. الغادسية يبرر بالدفاع، رغبة منه في سحب لاعبي اليرموك. يقول لك الآن 1-0، ممكن اليرموك يبي يعوض النتيجة، يتقدم يفتح مساحات في الدفاع. فهد الأنصاري، محمد خليل او احمد الظفيري. السلام بالعقل. عيد الرشيدي حلوة 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 الفكرة. روماريو تعدي منها تعدي منها، ولكن راشد دوسري خلص. محمد خليل الى بدر المطوع. بدر المطوع كرة الامامية الى روماريو. روماريو تأخر في اخذ مركزه في الكرة الطولية الماضية. احمد الفضل طويلة من أحمد الفضلي. فهد الأنصاري، محمد خليل، خالد إبراهيم، لارا سراشي. فهد الأنصاري، لارا سراشي في كرة أمامية لعيد الرشيدي. الأمور فيها خطورة، عنده القدرة على المرور، ولكن تغطية ممتازة من محمد العطار. ممتاز جدا محمد العطار في التغطية في الكرة اللي فاتت. محمد العطار كرة طويلة مقطوعة بشكل جميل من علي فايز، تتخلص وترجع مرة ثانية للغادسية. أحمد الظفيري، لورنس تراشي إلى خالد الرشيدي، أقرب لعلي فايز. وصلنا للثواني الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. خلاص 44 دقيقة وشوي انتهت من هذا الشوط الأول. نلعب على أو في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول. علي فايز، فهد الأنصاري، علي فايز، أحمد الظفيري. حلوة لروماريو، كرة الأمامية لبدر المطوع أو للمنطلق. نشوف راشد دوسري، كرة العرضية حلوة 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 حلوة. أوه، مطالبة للغادسية بركلة جزاء، ولكن هي طالت من أحمد الظفيري.
انتهاء الوقت الأصلي في شوط المباراة الأول دقيقتين كوقت محتسب بدل الضايع عن طريق حكم اللقاء، يعلن عنها الحكم الرابع فهد الحسين. أحمد الظفيري لراشد الدوسري، حلوة لبدر المطوع، الله الهدف الثاني للقادسية. راشد الدوسري في تحضير للكابتن والعملاق بدر المطوع، صنع هدف سجل هدف في شوط أول ببصمة بدر المطوع، حلوة من راشد الدوسري. شايف بدر المطوع ومحضر له تماما، هي الأولى حلوة من أحمد الضفيري. راشد الدوسري شايف بدر وحضر له، وبدر يقابلها بلمسة واحدة في أقصى الزاوية بلا حل لحارس المرمى أحمد الفضل. إذا بدر المطوع في الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 45 من أو في الدقيقة 46، ولكن تحتسب في الدقيقة 45. إذن الهدف الثاني للقادسية في هذه المباراة 2-0، هدف ثاني في وقت مهم للقادسية للدخول في شوط المباراة الثاني براحة أكثر، هدف الضمان والأمان والاطمئنان. وما هو ضمان في ما في ضمان في عالم كرة القدم، ممكن العودة في أي لحظة من لحظات المباراة، واليرموك عند الأسلحة وعند اللاعبين وقادر على العودة في هذه المباراة في أي لحظة، ولكن شرط تفعيل الأدوات الهجومية. أحمد الظفيري، بدر المطوع، أحمد الظفيري رجعها إلى خالد إبراهيم أو إلى علي فايز، محمد خليل، فهد الأنصاري، بينية لبدر المطوع، انطلاق الآن، ممكن البحث عن الكرة العرضية، ممكن ولكن تنقطع لليرموك. دقيقتين انتهت الوقت المحتسب كبدل ضايع، نلعب على صفر حكم اللقاء الذي يطلق صافرة انتهاء شوط المباراة الأول بين القادسية واليرموك، دوري اس تي سي للدرجة الممتازة، والجولة الخامسة من هذه المسابقة. 2-0 للقادسية في شوط المباراة الأول، هدف عيد الرشيدي في الدقيقة 38، هدف بدر المطوع في الدقيقة 45 من هذا الشوط الأول. عودة للاستوديو والاستكمال تحليل هذه المباراة، ومن ثم نعود لاستكمال هذه المباراة وشوطها الثاني. ابقوا معنا. واليرموك في دوري اس تي سي للدرجة الممتازة، والجولة الخامسة من هذه المسابقة. نذكر أعزائي المشاهدين الكرام بأن شوط المباراة الأول انتهى لمصلحة القادسية بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول، بهدفي عيد الرشيدي في الدقيقة 38، بدر المطوع في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول. مباراة تنقلها لكم من الأستاذ محمد الحمد بنادي القادسية الرياضي على القناة الرياضية بتلفزيون دولة الكويت. حوار بين حكم اللقاء هاشم الإبراهيم وأيضا أحمد الظفيري، استعداد لإطلاق صافرة بداية شوط المباراة الثاني. إطلاق صافرة البداية في هذه المواجهة بين القادسية واليرموك في مباراة نتمنى أن يكون شوطها الثاني أفضل في المستوى وأيضا الندية والتنافس من شوط المباراة الأول الذي كان فيه القادسية أفضل نسبيا من ناحية الأداء، من ناحية الفرص، من ناحية النتيجة. ضغط للقادسية في بداية شوط المباراة الثاني. إذا دخول اليرموك، من اللي دخل؟ اللي دخل لاعب عبد الوهاب العوضي، دخول لليرموك عبد الوهاب العوضي بديلا عن رافائيل أدلبرتو، في تغيير أول لليرموك فيما بين الشوطين للمدرب الوطني أحمد حيدر. بينما القادسية بنفس التشكيل والحكم المساعد يعقوب السهيل في إشارة إلى وجود ركنية للقادسية. طاقم التحكيم في مباراة اليوم هاشم الإبراهيم حكما للساحة، مساعد أول يعقوب السهيل، مساعد ثاني علي شراغ، حكم رابع فهد السهيل، حكم الفار عمار أشكناني، مساعد الفار عباس غلوم، ومقيم الحكام معانا اليوم دكتور غانم لسهلي. كرة أمامية ولكن طول إلى ربيع تماس لليرموك، خير الدين مضوي مدرب القادسية من الجزائر الشقيق،
في متابعة فريق بدر المطوع، في ابتسامة سجل هدف، صانع هدف في شوط المباراة الأول، عمل الفارق بالتأكيد عن طريق اللاعب الخبرة بدر المطوع وكابتن وقائد الفريق. رمية تماس لليرموك تبعد عن طريق راشد دوسري، التنفيذ عن طريق اليرموك، هاشم عدان كابتن وقائد اليرموك، الضغط للغادسية تنقطع، أحمد الظفيري يبحث عن البينية، يهيئ يهيئ لعيد الرشيدي، عيد مار ويحطها، مهارة فردية عالية، مهارة استلام وإنهاء من عيد الرشيدي، هدف شخصي ثاني لعيد الرشيدي وهدف ثالث للقادسية في هذه المباراة. إذن هدف مبكر في بداية شوط المباراة الثاني في الدقيقة 48، أحمد الظفيري التحضير، وشوف المراوغة والمرور لمحمد العطار ويحطها في مرمى أحمد الفضلي بكل هدوء على يسار أحمد الفضلي، ما له حل. إذن الهدف الثالث للقادسية عن طريق عيد الرشيدي، عيد الرشيدي في الهدف في الدقيقة 48، هدف ثالث للقادسية وهدف ثاني لعيد الرشيدي في هذه المباراة. فرحة كبيرة جدا لعيد الرشيدي بهذا الهدف، ما في أي شك طبعا، حكم اللقاء ينتظر ثواني قليلة فقط للتأكد، ما في شيء، لأن الرجوع بالفار دائما يكون في مثل هذه الأمور هدف، يعني تسلل يؤدي إلى هدف حاسم تماما، ركلة جزاء، حالة طرد، يعني الأمور المهمة في عالم كرة القدم. أقرب لليرموك، اليرموك الله يتوقعنا أنه يؤدي، يعني المباراة اللي فاتت اليرموك في مشواره، المباراة اللي فاتت اليرموك خسر أمام النصر 1-0 بصعوبة، وأيضا اللي قبلها أيضا خسائر، يعني اليرموك دائما كانت صعبة، يعني تضامن أيضا فاز على اليرموك 2-1 أيضا خسارة بصعوبة، وأيضا في الجولة الأولى اليرموك خسر أمام الكويت 4-2 أيضا بصعوبة، وقدم مباراة كبيرة وعادل نتيجة مع الكويت مرتين، والمباراة الثانية لليرموك خسر أمام كاظم 3-1، هي المباراة ربما الأسهل للخسارة لليرموك. الآن القادسية بدر المطوع يبحث عن تقدم، يبحث عن البينية، بينية لبدر المطوع، ولكن تنقطع من أمامه، أقرب إلى حارس المرمى أحمد الفضلي، مطالبة بخطأ لبدر المطوع، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء، استمرار اللعب للقادسية، فهد الأنصاري في وسط الملعب، بينما القادسية في بداية مشواره فوز على الشباب 2-0، من بعدها فوز على العربي 1-0 في المباراة الثالثة. القادسية أيضا فاز في المباراة أو خسر المباراة الثالثة أمام الكويت 3-0، نتيجة كبيرة ويعني كانت لها تداعياتها، ولكن عاد القادسية في الجولة اللي فاتت وفاز فوز صعب جدا على التضامن في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2، سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 85 ممكن من المباراة الماضية اللاعب الجامايكي روماريو. عذبي شاب تنقطع، راشد دوسري إلى بدر المطوع، لراشد دوسري اللي فاتح لعب على ناحية اليمين، قدم المساهمة الهجومية في ناحية اليمين، بدر المطوع لا زالت معاه أول مار، بدر المطوع ولكن مقطوعة من هاشم عدان، كابتن ضد كابتن، كارلوس أندريس السريع 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 المنطلق، يبحث عن التسديد، يمر يلعب الكرة العرضية ولكن مقطوع، مقطوعة أقرب لي كبريرة البينية عن طريق أحمد خالد شبيب البديل، أحمد خالد شبيب، هذه الكرة الماضية المهارة الفردية مر من خالد إبراهيم، ولكن من بعد ذلك الكرة العرضية في الإنقاذ الدفاعي للغادسية، ولكن لاعب مميز، لاعب مهاري، لاعب قادر،
على تشكيل الخطورة في أي لحظة على دفاع الخمسي أو على أي دفاع آخر. وسط الملعب محمد خليل لراشد دوسري، فهد الأنصاري، عيد الرشيدي، محمد خليل، عيد الرشيدي، بدر المطوع، استلم الكرة بدر، قدم فيها بدر، يلعب العرضية لعيد الرشيدي ولكن مقطوعة. هاشم عدان، تبريرة خاطئة، فهد الأنصاري إلى محمد خليل، بدر المطوع، دائما الكرات تمر عبر بدر المطوع، عيد الرشيدي يمر يراوغ إلى بدر، تنقطع من أمامه عن طريق عبد الله ماجكي إلى رمية تماس للغاتسي، ينفذ رمية تماس بدر المطوع، فهد الأنصاري، روماريو، بدر المطوع، مر بدر، يحضر بدر ولكن تنقطع من فهد الأنصاري، هجوم المرتد السريع لليرموك، هاشم عدنان، تغطية موجودة من لورانس تراشي وأيضا فهد الأنصاري في إكمال التغطية لعدم ترك الفرصة لليرموك في الهجمة المرتدة السريعة. روماريو، اعتذار جميل جدا لناصر الفلشاوي، أقرب إلى غوستافو، تبريرة البينية ولكن لورانس تراشي، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري من لمسة واحدة إلى روماريو، روماريو إلى بدر المطوع، أبدا إلى عنوان من روماريو، الضغط للغاتسي الآن، عبد الله ماجكي، عاد بشاب، راشد دوسري خلص إلى علي فايز، خالد إبراهيم، علي فايز، فهد الأنصاري للغاتسية، غير لعب إلى بدر المطوع، تنقطع من أمامه عن طريق عبد الله ماجكي اللي يعاني في مباراة اليوم بسبب وجود بدر المطوع في أحيان وعيد الرشيدي في أحيان أخرى. خير الدين مضوي يقول للاعبين حاول تهدي تكسب وقت، ما نبي إصابات، ما نبي إنذارات، النهائي لكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يوم الثلاثاء القادم بعد أقل من أسبوع من الآن، بالتأكيد مباراة لها أهمية الكبيرة لكل الفريقين وللكرة الكويتية وللأسرة الرياضية بشكل كبير، ولكن بالتأكيد القادسية والكويت يعني يرغبون في الحذر الشديد من الإصابات، الإنذارات، الإيقافات، الأمور هذه في مثل هذه المباراة الحساسة والمهمة. هاشم عدال، تنقطع من أمامه، بدر المطوع، بدر، الله، أعلى العارضة من بدر المطوع، أعلى العارضة من بدر المطوع، ولكن الفكرة صح، استلمها، حط أمامه وكسب مساحة والرؤية لزاوية الرؤية للتسديد، سددها حلوة ولكن تعلو العارضة لمرمى الحارس أحمد الفضلي. شوف مرة ثانية، حلوة الفكرة، كرة صعدت في اللحظة الأخيرة وما هي بعيدة عن المرمى أبدا، بالتالي يعني يستمر القادسية في خطورته ويستمر في تهديده لمرمى الحارس أحمد الفضلي الذي لا يلام أبدا في الأهداف الثلاثة اللي دخلت في مرماه، كلها أهداف صعبة وما يلام فيها حارس المرمى أحمد الفضلي أبدا. رابية تماس ليرموك، عبد الله ماجيكي، أندريس، عبد الله، الكرة العرضية حلوة ولكن من أعلى نقطة علي فايز يشيلها، إعادة الكرة بطريقة خاطئة، كارلوس أندريس المزعج، راشد دوسري يغطي، خاطئة من حارس المرمى وجول، الله الله الله، قلنا لاعب مشاكس، قلنا لاعب مشاكس، كارلوس أندريس يسجل هدف، هدف تقليص الفارق وهدف ربما إعادة الروح لليرموك في هذه المباراة. كارلوس أندريس بيعني ثقة مبالغ فيها من حارس المرمى خالد الرشيدي، شاء
شوف ثقة مبالغ فيها في الوقت اللي كان يجب عليه أن يشيل الكرة بعيدة، حاول يهيئ إلى زميلة، صادها كارلوس أندريس وحطها بلا رحمة على يسار حارس المرمى خالد الرشيدي. إذن هدف لليرموك في الدقيقة 57 من هذه المباراة، هدف تقليص الفارق، هدف ربما إعادة الروح وإعادة الثقة لليرموك في هذه المباراة، وهدف ربما إذا سجل يعني وضغط اليرموك وسجل هدف ثاني سيشعل المباراة تماما. بدر المطوع تمريرة البينية حلوة إلى بدر، ولكن وبعد عبد الله ماجكي يتركها إلى حارس مرمى أحمد الفضلي، أقرب إلى هاشم عدان، يمشي الكرة إلى كارلوس أندريس. قلنا من بداية المباراة قلنا مهاجم مشاكس، سجل هدفين على نادي الكويت في المباراة الافتتاحية لليرموك في هذا الموسم في دوري اس تي سي للدرجة الممتازة، وأيضا الآن سجل أمام القادسية، يسجل أمام الفرق الكبيرة ويسجل ويشكل خطورة دائما على مرمى كل الفرق. خالد الرشيدي حارس كبير بالتأكيد، حارس مرمى منتخبنا الوطني، ولكن يعني الخطأ وارد في عالم كرة القدم، وحارس المرمى مشكلته دائما هي كل خطأ يرتكبه أو أغلب الأخطاء اللي يرتكبها الحارس تتسبب في أهداف، بالتالي يعني خط الدفاع الأخير عن المرمى الخطأ يحسب عليه ويكلف دائما، ولكن يبقى حارس مرمى له إمكانياته وله حضوره وله أيضا تصدياته المميزة وأيضا خبرته. عيد الرشيدي حضر إلى أحمد الظفيري، عيد الرشيدي أحمد الظفيري بيلغي السلام إلى بدر المطوع، كرة العرضية من بدر يجب أو كان يريد أن يوصل الكرة إلى روماريو، ولكن أبعدت الكرة. هذا هو كارلوس أندريس، حطها على طول، تحية يعني للجماهير ممكن ولكل من يثق بهذا اللاعب. تمريرة البينية حلوة إلى بدر المطوع، بدر المطوع كرة عرضية، فهد الأنصاري بالرأس، ولكن سهلة بين حارس المرمى أحمد الفضلي. شوط المباراة الثاني ممتع أكثر، اللعب مفتوح فيه أكثر، اليرموك فاتح لعب والقادسية أيضا يستمر بأداء الهجومي، بالتالي مباراة جميلة. شوف المساحات الموجودة في شوط المباراة الثاني ما كانت موجودة في الشوط الأول. لورانس تراشي في كرة طويلة مقطوعة من عبد الله ماجكي إلى هاشم عدان، تبريرة البينية إلى الخلف، ناصر الفيلجاوي كرة طويلة، ولكن خالد إبراهيم يقراها صح، فهد الأنصاري إلى أحمد الظفيري، صانع اللعب في صفوف القادسية أحمد الظفيري، صانع اللعب من الخلف المنطقة متأخرة شوي هو فهد الأنصاري، صانع اللعب من المنطقة المتقدمة هو بدر المطوع، والعقل المفكر طبعا وترميت الفريق بدر المطوع. أحمد الظفيري، عيد الرشيدي إلى بدر المطوع إلى روماريو اللي يعني ما هو فاهم يعني تفاهم بين اللاعبين. الآن قادسية بدر المطوع تنقطع في راية في تسلل، كدار جميل جدا، روح رياضية عالية تماما. أحمد الفضلي وبدر المطوع زملاء من قبل مع القادسية، تسلل واضح في الإعادة. أشكر أيضا المخرج معانا عبد الله الخضر على الإعادات وتوضيح الصورة دائما ووضعنا في المكان الصحيح والصورة الصحيحة. هاشم عدان لليرموك، ربع ساعة في شوط المباراة الثاني، ولكن شوط ممتع شاهدنا فيه العديد من المحاولات والفرص من الفريقين. مرور جميل، تمريرة بينية ولكن ما توصل لأندريس المشاكس. علي فايت تمريرة البينية لفهد الأنصاري، محمد خليل، خالد إبراهيم، علي فايز للغادسي،
خالد إبراهيم. إعادة الكرة، استحواذ للغادسية، ربما تعليمات من المدرب بتهدئة اللعب شوي، لأن الأداء السريع بالتأكيد ممكن يتسبب بإصابات واستنزاف المجهود البدني قبل الموقع الكبيرة في نهائي كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يوم الثلاثاء القادم. طبعا البطولة التي هي تختص بالموسم الماضي 2020-2021، ولكن نظرا للظروف الصحية وظروف الجائحة تم تأجيل هذه البطولة من الموسم الماضي لهذا الموسم. تمنياتي طبعا للجميع بتمام الصحة والعافية والابتعاد عن هذه الأمراض. بدر المطوع يثير للتغيير، ربما يريد التغيير بدر المطوع. أشوف إشارته لعيد الرشيدي، ممكن أشار ليس لنفسه ولكن لعيد الرشيدي. اليرموك، عيد الرشيدي يرجع إلى أرضية الملعب، يعود لمتابعة المباراة بعد فترة لعب فيها القادسية بنقص العددي. له المحاولة للمراوغة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب بربيع التماس. هل فيها ركلة جزاء ولا لا؟ إذا فيها ركلة جزاء في بار بالتأكيد. التغييرات للقادسية الآن، التغييرات للقادسية، خروج عيد الرشيدي، يطلع عيد الرشيدي، دخول محمد الربيع، وأيضا خروج بدر المطوع، ودخول بنجامين تاتار. هذه الكرة الماضية، هل فيها ركلة جزاء ولا لا؟ بالنهاية القرار عند حكم اللقاء أحمد خالد شبيب. حاول يمر، هل فيها عرقلة ولا لا؟ حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب. كرة عرضية، إذن بنجامين تاتار ومحمد الربيع بديلين عن بدر المطوع وعيد الرشيدي في إخراج جزء كبير من القوة الهجومية الضاربة للقادسية. عيد الرشيدي سجل هدفين، بدر المطوع سجل هدف وصنع هدف، يتم استبدالهم لربما المحافظة على الناحية البدنية للاعبين قبل النهائي الموعود مثل ما ذكرنا. محمد الربيع طالت عليه الكرة، حظن عليها داروين أورتيغا. أيضا تغيير لي اليرموك، خروج عذبي شاب ويدخل بداله عثمان الدوسري يدخل بديلا عن عذبي شاب. في تغيير هو الثالث لليرموك بعد دخول أحمد خالد شبيب وعبد الوهاب العوضي في ما بين الشوطين. رمية التماس لليرموك. شوط المباراة الثاني هو شوط المدربين، بالتالي كل مدرب من خلال تغييراته يحاول يضع بصمته على اللقاء، ويحاول سواء يعزز ناحية هجومية ولا يغلق منافذ دفاعية أو يخلق توازن في أرضية الملعب. بالنهاية الأمور عند المدرب، ولكن تبقى دائما الأمور بين أقدام اللاعبين في أرضية الملعب. لورانس تراشي في كرة أمامية حلوة حلوة حلوة، انطلاقة بنجامين تاتار، روماريو تبريرة البينية، يا سلام أحمد الظفيري، ما توقع أحمد تمر من الدفاع، لذلك كان متوقع يعني الكرة تصطدم في الدفاع، ولكن وصلت له وطالت منه سهلة لحارس المرمى أحمد الفضلي. ولكن هجمة مرتدة سريعة جميلة كانت بنجامين تاتار، أو من لورانس تراشي لبنجامين تاتار لروماريو لأحمد الظفيري. تبريرة البينية هاشم عدال، حلوة لليرموك، والله اليرموك مشاكس وما هو منتظر أبدا،
بل يحاول دائما، يحاول اليرموك. شوف الضغط لليرموك الآن، والكرة العرضية تراجع فيها هاشم عدان، كرة عرضية حلوة، أوه الرأسية من عثمان الدوسري، أول لمسة لعثمان، كاد أن يحول الكرة في المرمى ويشعل المباراة. عثمان الدوسري الكرة العرضية ممتازة من هاشم عدان، عثمان الدوسري يهرب من رقابة خالد إبراهيم ولكن يضع الكرة بعيدة عن مرمى الحارس خالد الرشيد. ركلة المرمى للغاتسية، حكم اللقاء في إشارة في انتظار، ربما هل هناك قرار في شيء في أرضية الملعب. حكم اللقاء يأمر باستئناف المباراة ما في شيء، ولكن بالنهاية الاحتياط واجب خصوصا مع وجود الفار. ركلة المرمى للغاتسية، التنفيذ عن طريق خالد الرشيدي، طويلة من خالد الرشيدي، روماريو بالرأس يحاول فيها بالجميع، أو محمد الربيع، طالت على محمد الربيع، رمية تماس، عبد الله ماجكي، كارلوس أندريس، عبد الله ماجكي أيضا إلى رمية تماس أخرى لليرموك من نفس المكان تقريبا. الشوط الثاني خرج مهاجم اليرموك رافائيل عدلبرتو اللي ما قدم شيء في الشوط الأول، لذلك تم استبداله. إبعاد الكرة عن طريق خالد إبراهيم إلى خارج أرضية الملعب برمية التماس. يلا شباب اليرموك، التنفيذ عن طريق هاشم عدان، يتركها لزميله عبد الله ماجكي. ناصر الفلجاوي، تبريره البينيه غير دقيقه، بعيده تماما الى ركله المرمى للغاتسيه. خالد الرشيدي نفذها سريعه الى خالد ابراهيم، في ارتباك في الدقائق الماضية بصراحة في دفاع الغاتسية، في ارتباك الحارس المرمى والدفاع بعد يعني مباراة كان مسيطر عليها الفريق تماما، ولكن في الدقائق العشر اللي فاتت تقدر نقول أو الربع ساعة اللي فاتت في ارتباك نوعا ما في دفاع الغاتسية. فهد الأنصاري، محمد الربيع، تبريرة بالكعب حلوة لراشد دوسري، تنقطع عن طريق عبد الله ماجكي، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لليرموك بعد ما اصطدمت براشد دوسري، رمية تماس تنتفذ سريعة أيضا تبعد من راشد دوسري. عبد الله ماجكي في رمية التماس ينفذها، مرور جميل عثمان الدوسري ولكن مقطوعة هذه المرة من علي فايز. محمد الربيع، تغيير لعب غير ناجح، الآن السيطرة لليرموك في الدقائق الماضية، الأفضلية لليرموك، القادسية هدى نوعا ما بعد الهدف الثالث. عثمان الدوسري تنقطع من أمامه عن طريق محمد خليل إلى محمد الربيع، حلوة كرة أمامية لبنجامين تاتار، ولكن تغطية من الحارس أحمد الفضلي ليشيلها بمبدأ الأمان والضمان والسلامة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للغاتسية. أحمد الضفير لعلي فايز، فهد الأنصاري، علي فايز، فهد الأنصاري مرة أخرى لخالد إبراهيم، فهد الأنصاري، تبريرات للغاتسية في انتظار طبعا الضغط من اليرموك وفتح المساحات ممكن. لارنس تراشي، محمد خليل لفهد الأنصاري، على الأرض إلى روماريو، أحمد الضفيري، تبريرة البينية ولكن مقطوعة، حارس المرمى أحمد الفضلي،
أيضا يشيلها بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب رمية التماس للغاتسية. غاتسية نوعا ما دقائق الماضية يسير المباراة بطريقته، يريد أن يهدي اللعب بعد الأخطاء الدفاعية في الدقائق الماضية، يقول لك يعني خلي الأمور تمشي بالمضمون. بينما اليرموك لا زال يبحث عن الهدف الثاني لإشعال المباراة تماما. خير الدين مضوي من الجزائر الشقيق طبعا مدرب القادسية. ربيع التماس أقرب لمحمد الربيع، راشد دوسري، علي فايز، لورنس تراشي، بنجامين تاتار، لورنس تراشي. الكرة العرضية سهلة، تصطدم في الدفاع، يتغير اتجاه الكرة إلى ركلة ركنية للغاتسية. ركلة ركنية للغاتسية، التنفيذ في الكرات الثابتة، خروج بدر المطوع، خروج عيد الرشيدي، يبقى في الكرات الثابتة لورنس تراشي وأحمد الظفيري. لورنس تراشي في الركنية ينفذها، علوة قوية، ولكن أحمد الفضلي خلص. راشد الدوسري، خالد إبراهيم، راشد الدوسري، تبريرة خاطئة من راشد الدوسري، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية التماس لليرم. غير راضي المدرب، في بعض طبعا التعليمات لازم طوال المباراة، هذا دور المدرب بالتأكيد، الوقوف في المنطقة الفنية وإعطاء التعليمات. يلا شباب يلا شباب يلا شباب، والمنطقة الفنية خصصت لهذا السبب، قبل ما في منطقة فنية. شوف المدرب رايح راجع في أرضية الملعب بدون حدود بدون قيود، الآن تم التحديد للمنطقة الفنية. غوستافو كاربو، هاشم عدان في وسط الملعب، عثمان الدوسري مقطوعة، خالد إبراهيم، فهد الأنصاري أيضا الطول، في خطأ ولكن في تحت فرصة عن طريق حكم اللقاء. أحمد خالد شبيبي يحاول يمار، تنقطع من أمامه، في لاعب طايح في أرضية الملعب، إبعاد الكرة. محمد الربيع، بالسلامة لمحمد الربيع، هذا هو أحمد خالد شبيب. فهد الأنصاري في التعليمات، إشارة الكابتن الآن لفهد الأنصاري بعد خروج بدر المطوع. خالد إبراهيم، خطأ للغاتسية، يرجعها يروح رياضية. الغاتسية نظرا لأن اليرموك كان عنده لاعب مصاب، أقرب لهاشم عدان، يلعب كرة طويلة حلوة في مكان خطر، متابعة لاعب النشط بعد نزوله عثمان الدوسري. بصراحة كرة يحاول فيها، تبريرة البينية، قراءة دفاعية عن طريق خالد إبراهيم، هجوم المرتد السريع للغاتسية، خطأ، خطأ ضد محمد العطار، خطأ لمصلحة أحمد الظفيري. التنفيذ عن طريق علي فايز من العراق الشقيق، علي فايز يلعب الكرة طويلة لبنجامين تاتار، روماريو تنقطع من أمامه، الكرة تصطدم فيه، تحول إلى رمية تماس لليرموك. محمد العطار في التنفيذ، القادسية بدأ يقلل من الضغط على دفاع اليرموك، شوف ما في ضغط، وبدأ يحاول يعتمد على إغلاق الدفاع أو إغلاق المنطقة الدفاعية.
تكثيف عدد اللاعبين في الدفاع. اليرموك عبد الله ماجكي، داروين، جوهان، تمريره خاطئه ولكن لحق عليها محمد العطار، إلى هاشم عدان، تمريره البينيه، سلام بشكل جميل، في تاخير في التمرير الكره اللي فاتت لذلك هي مقطوعه. احمد الظفيري الى راشد دوسري، احمد الظفيري الى خالد ابراهيم، قد سيلعب الان بمحاوله تهدئه اللعب، والتغييرات قادمه ايضا للغاتسيه. خلاص وصلنا الى اخر 13 دقيقه في الوقت الاصلي لهذه المباراه. محمد الربيع لاعب بامكانيات مميزه، محمد الربيع بصراحه، كره العرضيه الى روماريو، تنقطع من امامه روماريو، كره اماميه، خطا وربما انذار، انذار من محمد خليل، انذار لمحمد خليل. اذا التغييرات الان للغاتسيه، من اللي يطلع؟ يطلع فهد الانصاري، دخول اذا سلطان صلبوخ، يدخل للغاتسيه سلطان صلبوخ، وايضا عبد العزيز وادي، ويطلع فهد الانصاري. ومن اللي يطلع للغاتسيه الان؟ ممكن راشد الدوسري، اذا راشد الدوسري عند انذار، لذلك يخرج يدخل بديلا عنه سلطان صلبوخ. سلطان صلبوخ وعبد العزيز وادي، لاعب بامكانيات مميزه عبد العزيز وادي في وسط الملعب. اذا تغييرات لتامين وسط الملعب والدفاع للغاتسية عن طريق المدرب الجزائري خير الدين مضوي. عبد الله ماجكي، كارلوس اندريس، تنقطع منه، خالد ابراهيم، تصطدم في عثمان الدوسري، رابية تماس للغاتسية. الان شارت الكابتن لخالد ابراهيم، شالوها ثلاثة اليوم، شارت الكابتن للغاتسية في البداية بدر المطوع، بعدين فهد الانصاري، الان خالد ابراهيم، سلطان صلبوخ، رمية التماس، مقطوعة، احمد الظفيري، مراوغة جميلة جدا، روماريو حصل على خطأ بمهارة الحجز، روماريو. خلاص اخر 10 دقائق في الوقت الاصلي لهذه المباراة، اخر 10 دقائق في الوقت الاصلي لهذه المباراة، هذه الكرة الماضية روماريو، مهارة الحجز، السحب الواضح عن طريق داروين، جوهان، أورتيغا، أحمد الظفيري، بنجامين تاتار، قدم فيها، حضر لأحمد الظفيري، ولكن تسديدة بالقدم اليمين غير مفضلة، بعيدة تماما عن مرمى الحارس أحمد الفضلي. هذا هو أحمد الظفيري، ركلة المرمى لليرموك، في وسط الملعب محمد العطار لوحده، لذلك مقطوعة. الضغط يا سلام بشكل جميل، الإصرار والندية، ممكن البينية، 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 خالد الرشيدي يبدع ويتألق في غفوة لدفاع القادسية، في هفوة لدفاع القادسية. شوف التمرير، ابدا ابدا ما في تسلل، وقرار صحيح من الحكم المساعد، ولكن خالد الرشيدي يبدع ويتألق ويتعملق في الكرة الماضية وينقذ فريقه من هدف ثاني كان ممكن يشعل المباراة. الان القادسية محمد الربيع في رايه تسلل
ولد الربيع. خطأ لليرموك. حكم اللقاء ينبه محمد الربيع يقول له يعني ما في داعي لتأخير اللعب، ولكن هذه الكرة الماضية إشارة الحكم المساعد بوجود التسلل. أقرب لليرموك هاشم عدان، تبرير البينية ولكن مقطوعة. عبد العزيز وادي بعد دخوله يجتهد بالتأكيد. الكرة الأمامية، الله الله الله، ضاعت فرصة أخرى لأحمد خالد شبيب. أحمد خالد شبيب فرصة أخرى لليرموك. دفاع القادسية في الشوط الثاني مختلف عن الشوط الأول. إذن تغيير آخر لليرموك، دخول سالم الهولي. هذه الكرة اللي فاتت، هذه الكرة اللي فاتت أحمد خالد شبيب في مضايقة من خالد إبراهيم، ربما ساهمت في تقليل خطورة الكرة. إذن سالم الهولي يدخل بديلا عن ناصر الفيلجاوي في تغيير هو الرابع لليرموك. إذا كل فريق أجرى 4 تغييرات في هذه المباراة، كل فريق لديه تغيير متبقي في الدقائق 7 المتبقية من هذه المباراة. ركلة المرمى للغادسية، خالد الرشيدي. أقرب لي بنجامين أو لي لورانس تراشي. خالد الرشيدي في كرة طويلة مقطوعة. لورانس تراشي خلص في وسط الملعب إلى روماريو. محمد الربيع مساندة من سلطان صلبوخ في وسط الملعب لعبد العزيز وادي، يفقد الكرة عبد العزيز وادي. هجوم المرتد السريع اليرموك. أندريس أندريس أندريس، لو مر لو حفر لو تقدم. تأخير وبالتالي ذهبت خطورة الكرة. أقرب لي اليرموك، والخطأ الآن في وسط الملعب عن طريق محمد خليل. عبد الله ماجكي، تبرير البينية. هاشم عدان، محمد العطار، تغطية موجودة. ولكن اليرموك في شوط المباراة الثاني خصوصا بعد هدف القادسية الثالث، اليرموك قدم أداء مغاير، سجل هدف وضيع فرص أمام المرمى، خصوصا انفراد في مواجهة الحارس. الانفراد كان عن طريق عثمان الدوسري، وأيضا رأسية عثمان الدوسري، وأيضا تسديدة أحمد خالد شبيب. 3 فرص لليرموك بعد الهدف. الآن الخطورة لا زالت. الله الله، اتمر اتمر. هذا هو كارلس أندريس المزعج. التسديدة كانت ما هي عن طريقه، هذه الكرة الماضية والتسديدة حلوة. طريق من؟ عن طريق البديل عبد الوهاب العوضي. مرت بركلة المرمى للغاز، لكن تهديدات مستمرة لليرموك على مرمى القادسية ودفاعه المهزوز في شوط المباراة الثاني. ربيع تماس القادسية، لورانس تراشي نفذها. محمد خليل، أحمد الظفيري في كرة أمامية إلى روماريو. روماريو البحث عن الكرة العرضية، ممكن كرة العرضية لمن؟ متابعة بنجامين تتار، تنقطع منه. أقرب للغادسية أحمد الظفيري، أول مر أحمد الظفيري، تنقطع من أمامه. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ربيع تماس للقادسية، بخبرته أحمد الظفيري حصل على ربيع تماس. سلطان صلبوخ
في التنفيذ. حاسب عدان قتالي، لاعب قتالي، لاعب حماسي، لاعب مجتهد، لاعب يقدم طوال المباراة بأداء بنفس الطريقة من الأداء، ما يتهاون أبدا طوال المباراة. خالد الرشيدي، خالد إبراهيم، سلطان صلبوخ، محمد الربيع، حكم المساعد يشير بعدم خروج الكرة، لا زالت في أرضية الملعب. أحمد الضفيري، محمد خليل، علي فايز، أحمد الضفيري للقادسية، تراشي، أحمد الضفيري، تتار، يلعب كرة طويلة لمحمد الربيع، تقدم فيها محمد الربيع، تمريرة بينية، سلطان صلبوخ يبحث عن الكرة العرضية ولكن تحول إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية بعد ما اصطدمت بلاعب اليرموك. إذن التغيير الخامس والأخير للقادسية، تغيير الخامس والأخير. من اللي يطلع؟ أحمد الضفيري، قدم مباراة كبيرة بلمساته الجميلة والساحرة. يدخل بديلا عنه عبد الوهاب الصليلي، لاعب واعد، لاعب بإمكانيات كبيرة، لاعب له القدرات المهارية الفنية الاستثنائية. يدخل في الدقائق الأخيرة في هذه المباراة عبد الوهاب الصليلي، ركلة ركنية للقادسية. تراشي، الكرة العرضية من تراشي إلى روماريو الجامايكي، من الألباني إلى الجامايكي. سلطان صلبوخ، محمد خليل للقادسية، علي فايز وراوغة ولكن اقتدار دفاعي أقرب إلى غوستافو كاربوروز، داروين، جوهان أورتيغا، هاشم عدنان. تغيير لعب بشكل جميل جدا ولكن تراشي يغطي صح، تنقطع في وسط الملعب، محمد خليل تأخر فيها والآن يلعبها. يا سلام، حلوة انطلاقة بنجامين، حلوة أيضا ممكن عبد الوهاب صليلي ولكن ترجع له، تنقطع من أمام الكرة وترجع. خالد إبراهيم متقدم، حاول ممكن يسجل هدف باسمه في الدقائق الأخيرة في هذه المباراة. لورانس تراشي، تنقطع من أمامه اليرموك، خلاص الثواني الأخيرة نلعب الآن، انتهت 90 دقيقة، انتهت 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع عن طريق الحكم الرابع فهد لسهيل، 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع عن طريق حكم اللقاء طبعا هاشم الإبراهيم يعلن عنها الحكم الرابع فهد لسهيل. جاء 90 دقيقة، 3-1 للقادسية الشوط الأول، 2-0 القادسية في الشوط الثاني. بدأها القادسية بهدف ثالث ولكن اليرموك عاد وسجل هدف تقليص الفارق، ومن بعد ذلك ضغط اليرموك، حاول بعض المحاولات، كانت له الفرص ولكن عدم إنهاء الفرص في المرمى هو اللي يعني نقدر نقول ساهم بعدم تغيير النتيجة. خالد إبراهيم خلص، عبد العزيز وادي، محمد الربيع، تنقطع من أمامه أقرب ليه عبد الله ماجيكي، كارلوس أندريس، سالم الهولي، عثمان الدوسري، كرة أمامية طويلة ولا يلحق عليها خالد، ورمية التماس للقادسية، خلاص 90 دقيقة انتهت، حكم اللقاء حسب 3 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، راح منها دقيقة وشوي، باقي آخر 90 ثانية من هذا الوقت المحتسب كبدل ضايع
في هذه المباراة، وبالتالي يعني نقدر نقول بأن الفوز شبه مضمون للفاز. نقدر نقول مضمون إلا مع صافرة النهاية. هذه هي كرة القدم، في لحظة تنقلب الأمور في أي مباراة في أي لحظة. أقرب لقاتية في وسط الملعب، محمد الربيع في كرة أمامية إلى عبد الوهاب الصليلي. يا سلام يا سلام، روماريو ضيعها، روماريو وتصدى لها باقتدار وبفدائية أحمد الفضي، بشجاعة من حارس المرمى أحمد الفضي، تصدي خيالي في مواجهة روماريو. تحضير جميل جدا كان عن طريق عبد الوهاب الصليلي اللاعب المميز، والتسديدة الرائعة. شوف هذا هو عبد الوهاب الصليلي، لاعب مميز مهاري، صنع الكرة لروماريو. روماريو تسديدة قوية ولكن فدائية كبيرة من حارس المرمى أحمد الفضلي. نتمنى له السلامة والعودة والمشاركة. هذه كرة الهدف الأول في هذه المباراة، هدف عيد الرشيدي بصناعة رائعة تماما من بدر المطوع. الهدف الثاني من بدر المطوع أيضا بصناعة جميلة جدا من راشد دوسري. وهذه كرة الهدف الثالث بتبريرات رائعة تماما، ومن بعد ذلك إنهاء من عيد الرشيدي الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة، وفرحة الجماهير القتاوية في المدرجات، وفرحة أيضا عيد الرشيدي بالهدف الثالث في هذه المباراة. بينما هذا هو هدف اليرموك، القناص كارلوس أندريس غوميز للحظة في غفلة من دفاع القادسية أخذ الكرة وحطها، ويعطي التحية ويستحق التحية بصراحة كارلوس أندريس غوميز. طايح في أرضية الملعب أحمد الفضلي بالسلامة، تمنى له العودة والمشاركة مع زملاء مرة أخرى في هذه المباراة. جماهير القادسية فرحة بالنقاط الثلاث، وفي انتظار النهائي الموعود لكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. أحمد الفضلي اعتذار جميل جدا من روماريو، هو سدد الكرة ما في أي شيء، ولكن الروح الرياضية تبقى هي السائدة وهي الأفضل والأجمل في منافساتنا المحلية. خلاص انتهاء لتسعين دقيقة، انتهاء للثلاث دقائق كوقت محتسب بدل ضايع عن طريق حكم اللقاء هاشم الإبراهيم. نلعب في على ساعة حكم اللقاء، خلاص اللي ممكن يطلق صافرته في أي لحظة من لحظات هذه الورات. كرة أمامية لليرموك مقطوعة، محمد العطار ممكن الكرة العرضية تخلص من أمامه عن طريق عبد العزيز وادي. تراشي تعرض للخطأ، اعتذار جميل جدا، روح رياضية عالية تماما من محمد العطار في هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين الكرام من تلفزيون دولة الكويت والقناة الرياضية من استاد محمد الحمد، إطلاق صافرة انتهاء هذه المواجهة بين القادسية واليرموك في دوري STC للدرجة الممتازة. تفوق للقادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف. بدأها القادسية عيد الرشيدي في دقيقة 38 في الشوط الأول، بدر المطوع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وأيضا من بعد ذلك هدف التعزيز للقادسية في دقيقة 48 من هذه المباراة، والهدف الثالث للقادسية. رجع اليرموك بهدف كارلوس أندريس في دقيقة 57، ولكن لم يستطع اليرموك أن يعود في هذه المباراة. القادسية يصل إلى النقطة الثانية عشر من خمس مباريات، بينما اليرموك يتلقى الهزيمة الخامسة على التوالي في الجولة الخامسة. أعزائي المشاهدين، نبارك للقادسية فوزه والنقاط الثلاثة، هارد لك لليرموك هذه الخسارة. نتمنى أن نكون قد وفقنا في نقل مجريات وأحداث هذه المباراة. ابقوا معنا، والزميل المبدع دائما والمتألق حامد الشمري تفضل لك الكلمة.